السلام للبيعة ولبنيها. أهلنا أيها الرب الإله في صباح العنصرة أن تكون قلوبنا مقدسة وشفاهنا طاهرة، فنرفع إليك التسابيح مع الملائكة والرسل في السماء ومع جميع أبناء المعمودية الغافرة في الأرض، فننال منك البركة والنعمة جميع أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. بارك يا سيد، ارحمنا اللهم واعضدنا، أنر عقولنا بأشعة روحك القدوس، وأيقظ نفوسنا من خدر الأنانية، لتفض علينا مواهبك في هذا الصباح كما فاضت على التلاميذ الأطهار في علية صهيون، فنتقوى بك ونشهد لك كل أيام حياتنا إلى الأبد. هللويا، روح الرب المنصور في القدس هلا، مثل رسل بالنور في الرسل حلا، يدعو الشعوب كل الشعوب، يهدي القلوب، لا يميز الله شعبا عن شعب، روح الله سكناه في كل قلب. هللويا يحيى للرب، هللويا روح الحق في الرسل أعطانا الحق، ملء الروح والعقل علما ونطقا، كل لسان صار مفهوما، ما من إنسان يبقى محروما، مجد الله يسطع ملء البرايا، روح الرب يشبع الدنيا عطايا. هللويا يوما فيوما، صخر أصم بل في أرواح، في لحم ودم روح الرب فادينا، ندعوك هيا قدسنا واطبع فينا ختمك الحي. هللويا يا روح هيا. كالنسور تطير من أبراجها الشاهقة محلقة، كذلك انطلق التلاميذ من صهيون أم الكنائس، فبشروا أقطار المسكونة، وردوا الشعوب عن طريق الضلال، وعمدوا كثيرا من الناس،
باسم الآب والابن والروح القدس، وكما أن شعاع الشمس يتولج في زجاجة الماء ومن لهب بهائه يلد الماء النور، كذلك الآب الشمس والابن الشعاع ومريم باللورة الماء والدة النور ابن. بارك يا سيد، ارحمنا اللهم واعضدنا. بك أيها الروح القدوس تستنير عقولنا، ومنك يا واهب المواهب تمتلئ قلوبنا، لأنه بك استنار ضمير الأنبياء، وبك نطق الرسل، وبك تسلح الشهداء وتكمل القديسون. فها إن البيعة المباركة عروس المسيح وابنة الآب التي قدستها تصعد المجد إليك وإلى الآب والابن إلى الأبد. روحي رسل الرب طاف الدنيا رسل طب مارين، يشفون لا بالطب بل بالحب باسم الرب كارزين. هللويا في العالمين. أقد تم وعد الآب، نلنا الروح بالعماد في الماء، حل الروح في القلب أحيا فينا حق روح الأبناء. هللويا للسماء. يا روح فيك أدعو الآب أبا، أدعو يسوع رب. أنت البحر والنبع، إني أروى في البحر أن أنصب. هللويا أفلى حبا. أشرق لنا من حشاء به، فجاء وأنقذنا من الظلمة، وبنوره الوهاج أنارنا. أشرق وانهزم سلطان الليل، من نوره شرق علينا نور وأنار عيوننا المظلمة. أشرق النور على مجده، أفاض على المسكونة وأنار اللجاج السفلى. مات الموت وباد الظلام، وتحطمت أبواب الجحيم. أشرق النور على الأبرار،
ومظلمة كانت منذ القديم. قام الأموات الراقدون في التراب ومجدوا لأنه صار لهم مخلص. أشرق النور على الأبرار والفرح على مستقيم القلوب. عمل خلاصا ووهب لنا الحياة وصعد إلى أبيه العلي، وإنه آت بمجد عظيم ينير العيون التي انتظرته. أشرق النور على بارك يا سيد، ارحمنا اللهم واعضدنا. اسقنا يا رب من الخمرة التي شربها رسلك في العلية يوم الخمسين، فتسكرنا محبتك ونتقوى بك، وتتقدس نفوسنا وشفاهنا بنارك، فنصعد التسابيح اللائقة بك، ونقدم الشكر والحمد للثالوث المجيد المجود له، الوحيد الجوهر، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. فاض روح الرب، فاضت تسبيح رحب الأكوان، فالبنون والبنات يشدون عذب الألحان، والأنغام صار من سنا روح لروح السلوان. سبحوا الله في قدسه، سبحوه في جلد عزته، سبحوه لأجل جبروته، سبحوه بحسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت البوق، سبحوه بالعود والكنارة، سبحوه بالتف والرقص، سبحوه بالأوتار والمزمار، سبحوه بصنوج السماء، سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين. روح الرب فوق
الغمر لفا عذب الخفق ياسر روح الرب حب نافع قلب المرء البر شارع روح الرب في أحلام الأنبياء الوحي الهام روح الرب من القلب كري أم الله نشر الطهر روح الرب رفى النهر فوق رأس الفم قارا روح الرب بالألمعر بث رسل الحق والنور روح الرب أسرار حب الأكأس الخمر تسكن روح الرب بالأصاخر يفكي فيها ورج الجمرة ستومن كالوس لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الواحد الخفي والابن المخلص المجود له والروح القدس المحيي الناطق بالأنبياء والرسل الذي فاض على التلاميذ في العلية بأورشليم الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد آمين أيها المسيح إلهنا عند صعودك بالمجد إلى أبيك السماوي رفعت يديك الطاهرتين فوق رسلك القديسين وأفضت عليهم بركاتك قائلا انتظروا موعد الآب ولا تبرحوا أورشليم وفي اليوم الخمسين وهم مجتمعون في مكان واحد كان صوت من السماء وانحدر الروح وغبط على الرسل بشبه ألسنة نارية وإذا بالجهلة ينطقون بألسنة الحكماء وبصيادي السمك يعلمون العلماء نهتف إليك اللهم ونحن ذاهنون أمام هذا السر العظيم إننا رأينا الله على أرضنا وقد فقها بروحه القدوس رسله وكملهم وزينهم بالمواهب وهداهم إلى سبيله اليوم بدأ تنازل الله العجيب وقد جعل الآب روحه على بني البشر اليوم ظهر الروح القدس بألسنة من نار أحرقت شوك المعصية اليوم وطد الروح القدس ضمائر التلاميذ على الإيمان اليوم سبح الله الجليليون بأنغام عذبة وقد امتلأوا من الروح القدس اليوم غرس المخلص الكنيسة المقدسة صهيون الحقيقية بدلا من الكرمة القديمة التي أثمرت له حصرمة اليوم فرح سمعان وأندراوس وسبح ابنا زبدة وتهلل جمهور التلاميذ لأن معلمهم قد أنجز وعده لهم نتضرع إليك أيها الروح القدس انزل علينا كما نزلت على التلاميذ واملأنا بغنى مواهبك واستأصل منا كل شر فنتحرر من كل خطيئة وندرك خفايا تدبيرك الخلاصي علمنا أن نعبد الآب بالروح والحق زين بيعتك الواحدة الرسولية بأسمى المحاسن
فتكونا لك شعبا كاملا ورعية واحدة لرعيها الواحد. وانضح ندى المراحم على أمواتنا المؤمنين الراقدين على رجاء الحياة الجديدة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى الآب والابن إلى الأبد. آمين. وقد قدمناها لك في عيد حلول الروح القدس على التلاميذ. طهرنا ونقنا فنسبحك ونسجد لك أيها الآب والابن والروح القدس، القوة الواحدة والجوهر الواحد والسلطان الواحد، لك المجد إلى الأبد. آمين. الروح القدس حل يوم في الرسل الأطهر، روح الحق تجلى في ألسنة من نار. فاض الروح البهي اليوم في الرسل الأطهر، قد رأى النبي في ألسنة من نار. يا روح الحق الهادي أضرم قلب هذا الجين، ذكرنا قول الفادي، علمنا حق الإنجيل. فصل من أخبار آبائنا الرسل الأطهار. وبارك يا سيد. اتفق إذ كان أبولوس في كورنثوس أن بولس اجتاز في النواحي العالية وبلغ أفسس، وصادف هناك بعضا من التلاميذ، فقال لهم: هل نلتم الروح القدس لما آمنتم؟ فقالوا له: لا، بل ما سمعنا بأنه يوجد روح قدس. قال: فبأية معمودية اعتمدتم؟ قالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة،
مخاطبا الشعب بأن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فحل الروح القدس عليهم، فطفقوا ينطقون بلغات ويتنبؤون، وكان الرجال كلهم نحو 12. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. وبارك يا سيد. يا إخوتي، إن جميع الذين يقتادون بروح الله هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للمخافة، بل أخذتم روح التبني الذي ندعو به أبا أيها الآب. والروح عينه يشهد لأرواحنا بأننا أبناء الله، وحيث نحن أبناء فنحن ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد معه. وإني أحسب أن آلام هذا الدهر لا تقاس بالمجد المزمع أن يتجلى فينا، فإن انتظار الخليقة يتوقع تجلي المجد في أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل، لا عن إرادة ولكن لأجل الذي أخضعها، على رجاء أن الخليقة ستعتق هي أيضا من عبودية الفساد إلى حرية مجد أبناء الله. ونحن نعلم أن الخليقة كلها تئن وتتمخض حتى الآن، وليس هي فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أيضا نئن في أنفسنا منتظرين التبني افتداء أجسادنا، لأن بالرجاء خلصنا، والرجاء المشاهد ليس برجاء، لأن ما يشاهده الإنسان كيف يرجوه؟ فإن كنا نرجو ما لا نشاهده فبالصبر ننتظره. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، فإن لا نعلم ماذا نصلي كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا توصف، والذي يفحص القلوب يعلم ما اهتمام الروح، لأنه بحسب مراد الله يشفع في القديسين. والتسبيح لله دائما. وبارك يا سيد. تلك الأيام فيتنبأ بنوكم وبناتكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. صاح يسوع في الهيكل وهو يعلم وقال: إنكم تعرفوني وتعلمون من أين أنا، وأنا لم آت من عندي، ولكن الذي أرسلني هو محق وأنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه لأني منه وهو أرسلني. فكانوا يطلبون أن يقبضوا عليه، ولكن لم يلقي أحد يده عليه، لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فآمن به كثير من الجمع وقالوا: إذا جاء المسيح أفلعله يعمل آيات أكثر مما عمل هذا؟ فسمع الفريسيون مهامسة الجمع بذلك في شأنه، فأرسل رؤساء الكهنة والفريسيون شرطا ليقبضوا عليه. فقال لهم يسوع: أنا معكم بعد زمانا يسيرا، ثم أذهب إلى الذي أرسلني، وستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تستطيعون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود فيما بينهم:
إلى أين هذا مزمع أن ينطلق حتى لا نجده؟ ألعله ينطلق إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين؟ ما هذا الكلام الذي قاله؟ ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تستطيعون أنتم أن تأتوا. وفي اليوم الآخر العظيم من العيد وقف يسوع وصاح قائلا: إن عطش أحد فليأتي إلي وليشرب من آمن بي، فكما قال الكتاب: ستجري من جوفه أنهار ماء حي. وإنما قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، إذ لم يكن الروح قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن بعد قد مجد. وإن قوما من الجمع لما سمعوا كلامه قالوا: هذا في الحقيقة هو النبي حقا، والأمان لجميعكم. روح الله قد باتت، روح الشرير الخاتم، شق اللسان الأوحد، لسنا بلبلت بابل. واليوم روح التملي ضاء إبسونا المنكر، ضم أصوات التبشير صوتا لملم الأبطار. صوت الريح والرعد في سيناء هز الطور، فارتع شعب الوعد عنه الغيب أخفى النور. في عليات الرب أصف الريح شهب النار، أنفاس الروح العذب تعلو هامات الأطهار. عصف الروح في الأذهان، نفخ الحب دفق النور، قلبان صرح الإيمان في أرض القلب المهجور. ماح الجهل والخوف معطي النطق من الألفان، ماح الجبن والضعف معطي العزم حتى الدم. للآب المجد الأعظم محبوبه أعطانا، والمحبوب أعطى الدم متى قام أحيانا. للروح الحق الشكر، روح النور والنار، ثالوث قدس رحمن نشدو ملء الأدهار. فلنشكر الثالوث الأقدس والممجد ولنسجد له ونسبحه الآب والابن والروح القدس، آمين. كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون. قديشات ألوهو قديشات، خايلتونو قديشات لومويوتو. قديشات ألوهو قديشات، خايلتونو قديشات لومويوتو. قديشات ألوهو قديشات، خايلتونو قديشات لومويوتو. It's a hammer.
أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والنجد إلى أبد الآبدين. آمين. أيها الرب الروح القدس، بك نلنا التبني فندعو الآب أبانا، وبك نؤمن بالرب يسوع مخلصنا، يا من تشفع دائما فينا بأنات لا توصف، نسألك أن تعضد ضعفنا وتثبتنا وتشركنا في محبة الآب ونعمة يسوع المسيح ربنا جميع أيام حياتنا إلى الأبد.